وليه تنسيه برشلونة ديبيو الزيمي. عسلامة. محمد عبد يوسف الحياة مخرج فيلم أمازيغ من مارك أليو تحت برنامج إنويشن لينوات. الفيلم هذا هو اللي يحكي على التراث الأمازيغي للثلاثة قرى الأمازيغية الزراوة تمزرت ومطمطة. الفيلم هذا هو فيزيت فيرتوال فيزيت في العالم الافتراضي تهز المتفرج للقرى هذو الثلاثة باش يستحضروا التراث الأمازيغي باش يشوفوا الاسبي اركيتكتورال للقرى هذه ويكونوا تقوش عليها تيليبورتاسيون في وسط القرى هذه. المثلث الأمازيغي في الجنوب التونسي اليوم جنرالمون موجودين فوق صفحة جبل وعندهم مميزات معمارية خاصة اللي هما رولية ديار كلهم بتونيل وبيهربوا على الغوزات. من مميزات القرى هذه اللي هي تعج ببرشة ذكريات اللي حابين نلموا شوية ذكريات يحكيوا عليهم اللي ساهموا في الفيلم هذايا. ذكريات على أول مرة شافوا السينما، ذكريات أول مرة كيف شافوا جمودي، بلاصة الوحيدة فيها تليفون يتلموا فيها باش يعملوا ديكود فيل، أول مرة شافوا محمد علي كلاي في التلفزة يتلموا في بلاصة جديدة. دونك حبيت أن نحيي الذكريات اللي موجودين في البيسة دومي. وضعية السكان اللي موجودين في القرى الأمازيغية اللي كنت نحكي عليهم وضعية اللي هما تشردوا قصراً في لي كونديسيون كليماتيك. ثم برشا منهم اللي متشبثين بالتراث نتاعهم هما بالهيتاج والتراديسيون. ثم شكون حل المتحف نتاعو باش يميتر اون فالور لي تراديسيون نتاعهم. ثم شكون حل القهوة رجعت وميتر اون فالور زاد القهوة نتاعهم هما. ثم اللي حاول باش يعمل جيد في الزراوة اللي هي زراوة فارغة كومبليتمون فيها كان ساكن واحد بركة. دونك كل واحد بالليفور نتاعو هو يحاول يحافظ على التراث يحافظ على اللغة نتاعهم هما. خايفين من نهار من نهارات باش يندثر هذا الكل وما عادش موجود.